تقييمك ايه لحاله الاغنيه المصريه حاليا؟ والله الاغنيه المصريه انا شايف ان يعني احنا في طفره في الفنون عامه، في الدراما، في السينما، في الموسيقى، ومنها طبعا الاغاني. فشايف ان احنا ماشيين على مسار كويس، كله بيحاول يجدد يعني. طيب كان في من مسلسلات رمضان اللي فات ايه تابعته؟ انا تابعت مجموعه يعني اللي قدرت طبعا، لان طبعا بيبقى عندي شغل في رمضان، بس تابعت يعني اعمال يعني مش متذكر بالظبط الاسماء، بس كان في اعمال يعني مش قليله تابعتها. لازم طبعا متابع الموسيقى التصويريه، وبشوف لان في نوع من المنافسه الشريفه يعني ما بين الفنانين وبعضهم. فده لا كان في حاجات كتير والله كويسه يعني. ما انا بقول لك في طفره في الفن عامه، في الدراما من ناحيه الكتابه، السيناريو، الاخراج، التصوير، الموسيقى التصويريه. وده اعتقد ان هو راجع لسبب ان دخول عناصر السينمائيه يعني من مخرجين وكتاب وصناع السينما اتجهوا للدراما، فبالتالي الدراما حصل فيها طفره وتقدمت بشكل كبير. فاعتقد في اعمال كتير جميله من الاصوات الشابه مين متحمس له جدا او شايف ان هو هيفرق قوي قدام؟ والله بص في برضو اصوات يعني اصوات كتير يعني، انا مش 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 عايز اقول حد وانسى حد. لا في ناس كتير كويسه يعني، بس هي الفكره في احنا محتاجين تجديد يعني، تجديد دماء وتجديد الموسيقى وتجديد، يبقى في تجديد في الفنون عامه يعني.